بياخدك من الأجواء الدولية، وانت دلوقتي بتذكري فكرة انه قوة مصر دلوقتي نبع من ان قوتها الداخلية مبنية على احترام الدولة للمواطن، وان قدرة الدولة على انها توفر حياة جيدة للمواطن ده بيحميها كأمن قومي مصري. نتكلم على حياة كريمة كمشروع كبير، وهذا المشروع تحديدا انا بتصور انه من احد محاور حماية مصر من الداخل، امنها من الداخل، انه كثيرا من الناس كان عندها مطالب، فكرة العدالة الاجتماعية كانت غائبة سنوات، فكرة انه فئات كثيرة فقيرة ومهمشة ما كانش حد يعني واعي بأزماتها، اسكان العشوائيات، كثيرا من الأزمات الاجتماعية اللي كانت متفجرة بدأت الدولة تتعامل معها دلوقتي في صياغة مشروع قومي كبير ربما غير مسبوق في المنطقة اسمه حياة كريمة. ازاي بتشوف المشروع ده؟ وهل ده جزء من التجربة المصرية اللي انت بترصديها في التعامل مع الأزمات الداخلية اللي بتبني بيها مصر قوتها الخارجية؟ يعني أنا أعتقد أن مشروع حياة كريمة وفكرة الدخول للأرياف وإعادة إعمار الأرياف وفكرة القضاء، يعني حياة كريمة يعني القضاء على المركزية، أن يكون هناك خدمات وحياة لكل مواطني مصر أيا كان موقعه في المدينة أو في الأرياف أو في الصعيد، والكل يتمتع بنفس الحقوق. يعني حتى أتحدث عن حياة كريمة لابد أن نعود إلى الوراء للثمانينات والتسعينات. التطرف دخل مصر إزاي؟ دخل مصر من خلال الكرة، هم استغلوا احتياج الناس في الأرياف وفي القرى وفي الصعيد، وهم أهلنا يعني احنا في النهاية من الأرياف ومن الصعيد، استغلوا احتياجات المواطنين المصريين ويعني رفضهم لسياسة الدولة في مرحلة ما، وبدأوا يزرعوا الفكر المتطرف في هذه المدينة أو هذه القرى، وبأن المدينة القاهرة هي تأخذ كل الخيرات وكل هذه المحافظات والمدن حرمت، وبالتالي نجد أن موجات التطرف في كل الوطن العربي بالمناسبة مش مصر بس خرجت من الأماكن المهمشة حتى تستطيع أن تقوم ببناء دولة كما قلت يعني متزنة من خلال النسيج الاجتماعي. عندك أجيال قديمة يعني جديدة بتعدها للمستقبل، لابد أن تصل إلى هذه النقاط. هو هذا ما فعلته حياة كريمة، أن أنت بتوفر فعلا حياة كريمة للمواطنين اللي استغلتهم أجندات خارجية واستغلهم التطرف الديني أو استغل حاجتهم في مرحلة ما، وأربك المشهد المصري وهدد الدولة المصرية في مرحلة ما. فبالتالي أنت بتعالج الأزمة من جذورها، بتحقق استقرار في الأرياف، لأن في النهاية المدينة قد إيه ومحافظات مصر قد إيه، فبتعمل إسكان جديد، عندك رؤية مختلفة للتعليم، عندك فكر اقتصادي حتى من خلال معاش تكافل وكرامة، من خلال زيادة المعاشات، من خلال حتى إدخال يعني فئات جديدة للمعاش، يعني مثلا معاش الرئيس عبد الفتاح السيسي للأرامل وغيرها، كل ده ما كانش موجود. فأنت بتوفر كل مقومات الحياة لمصريين حرموا على مدار عقود من حقوقهم، وده خلاهم مادة خصبة للإرهاب وللتطرف وغيرها. فحياة كريمة أعتقد أن يعني نموذج فعلا يحتذى به، لأن حتى تكلفته الاقتصادية تكلفته السياسية، يعني مش أي دولة تقدر تاخد القرار ده، أنت بتتكلم في مليارات هتنفق على إعادة تأهيل الدولة المصرية، ولكن هي تنفق في محلها، يعني هو ده التصرف الصحيح من دولة واعية ناضجة تقرأ المستقبل بشكل جيد، تتعلم من أخطائها في الماضي. وبالتالي أعتقد أن هنلاقي يعني أن حياة كريمة ده ربما يكون نموذج في المرحلة القادمة ان تستفيد منه العراق على سبيل المثال، ان هو ما يلتزمش فقط بالحدود المصرية، ان تجربة حياة كريمة ممكن نقدمها لأشقائنا في العراق، ممكن نقدمها لكثير في سوريا على سبيل المثال، في كثير من الدول العربية اللي بتعاني من نفس المشكلة. على سبيل المثال بمناسبة حياة كريمة والقرى المهمشة وغيره، سوريا على سبيل المثال، واحنا نستخلص العبر مع بعض، ان الأزمة السورية بدأت من الأرياف، نجح مثلا سوريا في مرحلة ما، حافظ الأسد على سبيل المثال نجح لأن بدأ مشاريعه التنموية من الأرياف. لما في مرحلة ما ده تراجع، أدى في النهاية لتفكيك النسيج الاجتماعي. قدرت الدول المجاورة لسوريا الغير عربية في استغلال الأرياف والقرى المهمشة في صناعة مشهد مضطرب واقتتال داخلي، وبالتالي أنت بتحاول حل الأزمة من جذورها. وحياة كريمة يعني اتمنى ان يكون في حتى استراتيجيه للدوله، ان المشروع ده مش احنا بس اللي نستفيد منه، ان احنا نقدمه لاشقائنا اللي عندهم نفس الازمه.